عياطنا في المسلسل ده كم عياط مش طبيعي. وانا عارفه ان انت كمان بتسمعي وبتشوفي اكتر لان انت موجوده على طول داخل المحاكم، فالقصه دي اللي احنا شايفينها مسلسل، لا يعني استاذه مها تعرفي حكايات اصعب من كده على ارض الواقع. احنا بنعيط كتير بصراحه، بنبقى مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نتصرف. يعني مثلا يكون عندي حاله انه الولد المفروض يسافر عشان خاطر يتعالج فما يسافرش لان الاب عامل منع من السفر، او بطل رياضي فممكن يخش بطولات ويمثل بلدنا ما يسافرش عشان في نزاع ما بين الاب والام او الام والجد. يعني انا يا استاذه امال مش عايزه اتكلم بس في حاله عدم وجود الاب، لا هو من بابه كده فكره الولايه حقي. يمكن من سنتين كنا اطلقنا هذا الهاشتاج يعني، وجه عليه حكايات موجعه جدا من ولاد اتضرروا من فكره ان الام لا تستطيع ان هي تدير شؤونهم، وبقوا النهارده عندهم 20 سنه و21 سنه و23 سنه، يعني تضرروا عبر قرنين من الزمان من هذا القانون زي ما قالت سيادة النائبة اللي بقاله النهاردة 50 سنة، يعني اللي هو لا يتوافق لا مع العصر ولا مع حياتنا ولا مع الظروف المجتمعية. وإنه الحقيقة دائما القانون بيتدخل أو يتم تعديله، التشريع بيتم تعديله لما يكون في مسألة اجتماعية لابد فيها من الفصل والتدخل، وبالتالي بالفعل احنا محتاجين طبعا هذا التعديل. يعني لا يعقل أبدا إن الأم اللي هي حملت 9 شهور وفتحت بطنها وبتاكل وترضع وتشيل وتذاكر وتعمل كل حاجه في الدنيا تفتح حساب لابنها في البنك بس ما تقدرش تديله، تفتح له دفتر توفير. كلنا واحنا صغيرين ده كده من بابه، ده ملوش علاقه بالوصايه بقى ولا بوجود الاب من عدم. الله ينور عليكي. فكره الولايه حقي، احنا بنقول ان المفترض يحصل ايه؟ المفترض يحصل ان الاب والام مجتمعين هما الاثنين من حقهم الولايه على الطفل. يعني سواء كان في خلاف ما فيش خلاف زي ما يكون الموضوع هو من بابه كده، المفروض ما يكونش فيه، المفروض اقصد يكون فيه مسؤوليه مشتركه ما بين الشخصين. طب حد فيهم حس ان في حد خطر على الطفل، هنا يكون في تدخل القضائي بقى، هنا نرفع الامر للقضاء. لكن من بابه كده الست اللي فاتحه بطنها ما تعرفش تروح تطلع شهاده ميلاد، او الست زي ما انت قلتي اللي بتربي وتودي التدريبات وتاخد بالها من الدروس وتسهر وتربي وتعاني وتضرب ساعات وتطبطب ساعات، الام دي ما تقدرش صحيح ان هي تاخد قرار في مدرسه ابنها يروح انهي مدرسه، ولا المدرسه ولا فلوسه ولا سفره ولا اي حاجه تخص الطفل الا بالرجوع للاب او ان هو يديها هذا الصك. طيب.